السلام عليكم ومرحبا بكم، معكم خليفة لن من الجزائر. الفيديو تاع اليوم باش نتكلموا على البوكيمون لامين. هذا الانسان صراحة بالنسبة لي انا نحتقره كل الاحتقار، ماشي لاني عندي معاه مشكل شخصي، ما عنديش معاه مشكل شخصي وما نعرفوش وما نتصرفش بمعرفته اصلا، ولكن درت هذا الفيديو حبيت نرد عليه لانه انسان حقار، وانه الانسان الحقار انا ما نحبوش، واللي يحقر الرجال ويحتقر الرجال ما نقيمه ما نعرفه ما يعرفني. هو يحتقر الناس، يطلعوا معاه في اللايف يسبهم يهبطهم. لماذا؟ لأنهم فقراء، لأنهم ما عندهمش إمكانيات كبيرة. يدعي أنه إنسان غني وأنه إنسان ثري وأنه يعيش في أمريكا، وهو إنسان كذاب وما يسوى والو. وفي هذا الفيديو راح نفضحه وراح تعرفوا كل حقيقته الكاملة. تبع معايا الفيديو على بركة الله، وما تنساوش تدعمونا باللايك. اول فيديو باش نشاهدوه لامين هو يسبح ويعوم وعايش الحياه، وبصحتك يا خويا عيش الحياه. وقالهم راني في امريكا. هنا راح نجبدك ونوريك الكذب تاعك، هل انت في امريكا او في بلد اخر؟ شوفوا الفيديو ومن بعد راح تعرفوا الحقيقه وراه لامين. كما شفتوا معايا في الفيديو لامين يعوم وعايش حياته بصحته. يا خويا بصحتك راك في امريكا، ردوا على قد عقله راك في امريكا. كما راكم تشوفوا هذه الصوره تاع لامين، ولكن ما تركزوش على لامين باسكو ما عندنا ما نديرو به هو، ركزوا على ديك البنايه اللي من اللور اللي مكتوب فيها يو بي ان، هذيك هي المهمه. اي بي ان هذيك انا فكرت وشفت قلت ندخل جوجل، كتبت اي بي ان ولكن ماشي وحده، كتبت ماليزيا. واش خرجت لي؟ انه هذيك الصوره في ماليزيا وليست في امريكا. البنايه نفسها كما راكم تشوفوا معايا في الصور انها ماليزيا وليست امريكا، وانا من الاول شكيت فيها انها ماليزيا لانها واضحه من البنايات. المعمار الامريكي مختلف تماما. ولامين ريح ما تكذب وتخرط على الناس باسكو نجبدوك نجبدوك. الحمد لله جوجل كاين، كاين العقل نفكروا به، ماناش حابسين كيما انت. على كل حال اللي تكذب على الناس وعايش في الاوهام انك عايش في امريكا وانك انسان ثري وانت اف ما كاين والو صديقي. المهم نزيدو نشوفو فيديو اخر لامين يكذب، وكان داير لايف ويتكلم وطلع بين قرعة ايفرين، بعد فكر روحو انه في لايف عاود هبطها. وقارورة ايفري الماء اللي هي هذه لا توجد الا في الجزائر لانه منتوج جزائري. واش راح تروح لامريكا؟ ما عندها ما يديرو بها في امريكا. كما شفتوا معنا في هذا الفيديو هنا لامين فضح روحه في اللايف، كان داير لايف وما فاقش روحه انه طلع على القرعه تاع الماء اللي هي مكتوب فيها ايفري والناس راح يشوفوها. في اللحظات الاخيره فاق وعاود رجعها، ولكن حكمك الفار يا لامين وما عندك وين تروح. يا خويا نحسنوا نيتنا، نقول هو في امريكا وبصحته عايش في امريكا، عيش في امريكا. وهذيك القرعه تاع الماء ايفري اداها مع الماريكان باش يشم فيها ريحه البلاد ويتوحش البلاد، ونحسنوا نيتنا حتى حنا ما نكونوش ماشي ملاح. المهم هو في امريكا، ولكن هذا الفيديو اللي باش نشاهدوه لامين مع احد الاصدقاء تاعو اللي فضحوا فضحه تامه وزاد هو فضح روحه. اللي السيد قال له هذا جانا من الصحراء، بعد لامين قال له ماريكان ماريكان. شوف الفيديو اللي فضحوا فضحه تامه. كي يسكت لامين ما وطنيش. حنا رانا نقصوا له الصحه، تلاقينا هو جا من الصحراء، وانا وهذا سامحني هذا جا من امريكا، هذا جا من السعوديه، وهذا جا من قطر، وانا جيت من واشنطن، تلاقينا صاحبي ما فيها والو. من غير الكذبة تراني عايش في امريكا، لامين يكذب كذبة جديدة ويقول لهم كنت نلعب في فريق اتحاد العاصمة اللي هي الياسمة، وكنت نلعب في الجينيور معاهم. يعني لاطاي تاعك لامين ما تسمحلكش تكون لاعب كرة قدم، عندك لاطاي يعني على شكل مادلان. يعني خويا ما راكش تاع كرة قدم، وعلاش راك تكذب في كذبة باينة؟ كنت نلعب في اتحاد العاصمة. شوفوا الفيديو حتى من تردد كي قال كنت 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 نلعب نلعب مع اتحاد العاصمة. شوفوا الفيديو. كنت لعب جينيور هذاكم مع اللي يسمعوا بك شبيكم بو اريا سونترال قلت شبيكم.
من هذه الفيديوهات اللي شفتوها والكلام اللي يقولوا لامين كله، أنا يبان لي إنسان مهووس وإنسان مجنون ومريض نفسي ومعقد، حلمه أنه باش يروح لأمريكا ويعيش في أمريكا، عنده هوس وكما راكم تشاهدوا في هذه الفيديوهات، كاسكيطة علم أمريكا، درابو مورا علم أمريكا، إنسان مهووس حلمه أنه باش يروح يعيش في أمريكا، ولكن الحقيقة غير ذلك عزيزي المشاهد، بل هو عايش ويخدم في حاسي مسعود في الصحراء الجزائر في أبار البترول، وهذه هي خدمته. أخدم أخويا ربي عاونك، ولكن الكذب ماهيش من صفات الرجال، والكذب راهو يفسد طبع الإنسان سواء كان رجل أو امرأة. خليك رجل وخلي الناس تحترمك، وحتى كي تتكلم مع الرجال تعلم تحترم الرجال وتكلمهم برجولة مش باستحقار، لأنه من يستحق الرجال هو ليس رجل، وماهيش تربية، هذه قلة التربية. إذا كانت رجولة في احتقار الآخرين صدقني أخي أنا نتبرأ منها الرجولة، إذا كانت الرجولة في احتقار الآخرين. الرجولة هي أنك تحترم الآخرين سواء كبير عليك أو صغير عليك، سواء يخالفك في الرأي أو ضدك في الرأي، لازم تحترم كل الناس بآرائهم بأشكالهم باختلافهم، مش انك تطلع الناس تسبهم وتحتقرهم. السبان والاحتقار ماشي مليح، والانسان الحقار يموت ذليل وعمره ما يكون راجل. خليك خويا لمين، حاول تصلح روحك وحاول انك تكون راجل، يا تصلح روحك يا تختفي تماما، وهني روحك من صداع الراس. يعني ديجا راني جبتك وبيلك حقيقتك، والناس عرفاتك بلي راك انسان كذاب وراك تخدم في حاسي مسعود لا اكثر ولا اقل. حاب تروح لامريكا خويا حاول، وسي تروح دوموندي فيزا بالك عطولك، وروح حقق الحلم تاعك، تبقاش مصدع على راسنا وتكذب على الناس وتقولهم انا راني عايش في امريكا وانت راك في حاسي مسعود. انا تبان لي هذيك السخانه تاع حاسي مسعود اللي 50 درجه 55 درجه ضرباتك للراس، وليت تتخيل روحك راك عايش في امريكا وانت راك في حاسي مسعود. انا تقول لي راني عايش في امريكا وتسب الناس والمساغر، هذوك اللي طلعوا عندك مساغر حط عليك يعرفوا يهضروا خير منك، انت شعرك مغوفل شعرك ما تحفوش، يعني باين بلي انسان موسخ ماشي مقيع. وهذيك البيت اللي راك فيها هي براكه، البرارك هذوك اللي يخدموا اللي يحطوهم في الصحراء نعرفوهم، اللي يعيشوا فيهم الخدامين ويسكنوا فيهم الخدامين، اللي موفر لكم كل شيء دايرين فيهم كليماتيزي عايشين فيهم تاع خدامين، هذيك نعرفوهم خويا. انا نسكن في ويتسوف بعيد على حاسي مسعود 300 كيلومتر، يعني الى عندك معايا حاجه وحاب الى تقلقت من الفيديو هذا تاعي عيط لي نعطيك نيميرو التليفون تاعي ونجي عندك ونتلاقى انا وياك، ما عنديش مشكل معك. مهم تحيه لكم كبيره، نحبكم بزاف، معكم خليفه علال من الجزائر. تحيه الرجال واللي قيموا الرجال، السلام عليكم.